أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدرت كل من السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر بيانا مشتركا قالت فيه إن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدة أنها سترد عليه في الوقت المناسب. استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق جديدة في الشطر الأيمن من مدينة الموصل، وذكر بيان لقيادة عمليات نينوى أن الشرطة الاتحادية حررت ساحة وجراج باب الطوب ودورة الأجهزة الدقيقة وجامع خزام، كما فرضت سيطرتها على طريق خالد بن الوليد. هذا وأكد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن 150 مترا فقط تفصل قواته عن الضفة الغربية لنهر دجلة من جهة المدينة القديمة في الموصل. شنت مقاتلات التحالف العربي ضربات على مواقع للمتمردين في مديرية صرواح في محافظة مأرب، كما استهدفت ضربات التحالف مركبات للمتمردين في محافظة الحديدة الساحلية ومواقع في محافظة حجة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية في بحر اليابان هو صاروخ باليستي عابر للقارات، ووصف تيلرسون الأمر بأنه تصعيد للتهديد الأمني الذي تشكله بيونغ يانغ للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم اجتماعا بدعوة من الولايات المتحدة لمناقشة هذه القضية. تأهل المصنف الثاني عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس. ديوكوفيتش صعد بعد انسحاب منافسه السلوفاكي مارتن غليزان المجموعة الثانية من مباراتهما في الدور الأول، وكان ديوكوفيتش حسم المجموعة الأولى وتقدم في الثانية بشوطين من دون رد قبل أن يعلن غليزان انسحابه بسبب إصابة في الساق. اللاعب الصربي يلتقي في الدور المقبل للتشيكي آدم بافلسك. احتشد عشاق الموسيقى في مسرح صغير في الهواء الطلق في العاصمة الأردنية عمان لحضور أمسية موسيقية لعازفي بيانو من الأردن في فرنسا. الأمسية جاءت في إطار سلسلة حفلات ضمن برنامج إدارة الفنون لهذه السنة تحت عنوان فلسطين الحضارة عبر التاريخ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.